اخصائيه التغذيه بانا ادريس من شركه نيو كونتري هيلث كير. نحن مثل ما عودناكم كل سنه بنيو كونتري عندنا كل شيء صحي وكل شيء اي شخص عم يدور على يعيش هيلثي لايف ستايل. سو اليوم ما في داعي انه يدور فيه بنيو كونتري هيلث كير يلاقي كل شيء صحي. مثل عندنا الكويتارا هن بسكتس شوجر فري. عندنا ميد جود عباره عن اوتس مع درايد فروت كمان ما في اي سكر مضاف. سو اليوم اذا بدكم تلاقوا هول البرودكت فيكم تروحوا على كارفور بالاورجانيك سكشن وبتلاقي كل شيء اورجانيك وصحي عم تدوروا عليه. وكمان عندنا بنيو كونتري مثل ما عودناكم سبلمنتس لاي شيء بيحتاجه اي شخص من الاوميجا 3 للكالسيوم كالسيوم والفيتامين دي. هول اول تشوبلز بتلاقوهم بالسوق. عندنا النيوسيل مثل ما بتعرفوه هو مثل ما احنا ما عم نقول عليه هو الماتريكس اوف كولاجين. سو مش مثل اي كولاجين موجود بالسوق. It's very good for hair, skin and nails. عندنا بالناو في كثير ايتمز بيوتي ايتمز مثل شيا باتر وغير اشياء. بالانزيماتيكا من اهم الشركات اللي بتعنى بالانزيمز دايجستيف انزيمز. سو لاي حدا عنده مشاكل بالدايجستشن او عنده لاكتوز انتوليرنس او بيتضايق مثلا حتى من البينز عندنا شيء مثل بيساعد على الهضم. سو كمان اذا بدكم اي شيء من السبلمنت بتلاقيهم بكل الصيدليات وحتى بكارفور. شكرا كثير لقناه مسايا ولنوتريما for inviting us to this amazing event كالعاده. Thank you. Okay, from NCH, the question was, is OA quinoa flour gluten-free? The answer is yes. طبعا ندعو الى المسرح دكتور نائل القدسي, Managing Director, New Country Healthcare.